رجل بأمة كاملة من أنصار بيعة العقبة، تفقه في الدين حتى وصف بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، هو مقرئ القرآن والمجتهد في عبادته، بل هو أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه، صاحب العقل المضيء والحازم في أمور الدين، امتاز بعلو الهمة وروعة البيان، فهو معلم أهل اليمن والشام. روايتنا اليوم بطلها الصحابي الجليل إمام العلماء القاضي الفقيه القانط المطيع معاذ بن جبل حبر الأنصار وحبيب سيد الأخيار. هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس، كان من الرجال السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية مع الأنصار. كان معاذ رضي الله عنه من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياءً وسخاءً. الشاب اللي ترك الرفاهية والنعيم وكل الأمور الدنيوية وذهب للدين وكان زاهد، هل هنا في رسالة قوية من الجانب ده؟ سيدنا معاذ يعني ترك زينة الدنيا، وكان الأمر يستدعي هذا في هذا الوقت، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، ومات سنه صغير. سيدنا معاذ قال له 28 سنة أو 33 سنة على اختلاف الروايات. حينما كان سيدنا معاذ من أوائل الذين أسلموا على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير الذي أرسله الرسول إلى يثرب لكي يدعو أهلها إلى الإسلام، فكان سيدنا معاذ ونفر من أصحابه من أصحاب القلوب السليمة والفطرة النقية الذين سارعوا بالدخول في الإسلام. سيدنا معاذ بن جبل كان واحداً من 72 صحابياً ذهبوا إلى مكة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة رغم صغر سنه، وهذا يشير إلى أن هذه كانت أول طريقة وأول أسلوب، وهو البحث عن الحقيقة أينما وجدت طالما وجد عليها دليل. اتخذ معاذ بن جبل الدعوة إلى الإسلام في المدينة المنورة على عاتقه، وكان الناس قد اعتادوا في المدينة أن يتخذ كل منهم صنماً خاصاً له في بيته غير تلك الأصنام التي تكون لعامة القوم. هل فعلاً كان ليه دور كبير في المدينة في نشر الإسلام وتكسير الأصنام؟ في المدينة وخارج المدينة، ودي ميزة أو ميزة تميز بها سيدنا معاذ، أنه لحسن هيئته وأنه للين كلامه وسعة صدره كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لينشر الدين. كان هناك سيد من أسياد يثرب وهو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح، وكان له صنماً يعبده يزينه ويعطره ويضع عليه أجمل الثياب، فأراد أن يثبت له معاذ وأصحابه أن هذا صنم لا ينفع وليس يعني منطقياً عبادته، فحمل الصنم ليلاً وتركوه في حفرة للقمامة، فأصبح عمرو بن الجموح يبحث عن صنمه فوجده ملقاً في هذه الحفرة، فأخذه ونظفه وتركه، ثم عاود معاذ وأصحابه الكرة أكثر من مرة حتى تساءل عمرو بن الجموح كيف يكون هذا إلهاً ولا يحمي نفسه. ومن هنا كان انطلاقته بعد ذلك في نشر الدعوة واشتراكه مع أصحابه في كسر أصنام المشركين في يثرب لكي يثبتوا لهم أنها أصنام لا تضر ولا تنفع. كان معاذ بن جبل يعرف قدر محبة الرسول له ويدرك فضلها عليها، فكان يعمل بواجبها وحقوقها والقيام بأوامره، ودائما ما يتساءل عما ينفعه من أمور دينه ودنياه. هل معاذ بن جبل كانت به الصفات اللي أهلته النبي اختاره يكون سفير ومبعوث لتعليم أهل اليمن والشام ونشر الدعوة في الخارج؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره هو وغيره، يقول له يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وقد سأله يا معاذ بما تقضي بين هؤلاء الناس؟ قال بما في كتاب الله يا رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال بما في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد ولا آلو، أي ولا أقصر. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله
الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. الأمر الآخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أحد ولاة الشام من سيدنا عمر رضي الله عنه أن يرسل بعض الصحابة الذين يقومون بدعوة الناس وتعليمهم، لأن الإسلام انتشر في بلاد الشام. ومن ثم أرسل سيدنا عمر رضي الله عنه ثلاثة من الصحابة، وكان منهم معاذ بن جبل، فكان مقامه في حمص وجلس فيها يعلم الناس. كان معاذ دائب الدعوة إلى العلم وإلى ذكر الله، ويرى العبادة قصدا وعدلا، ويرى العلم معرفة وعملا. كيف كان يرى العلم والمعرفة؟ فسيدنا النبي لما يقعد يقول صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربع، ده دور الداخلي، استقرئوا القرآن من أربع، ثم يذكر عبد الله، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم يذكر سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، ويذكر أبي بن كعب، ويذكر معاذ بن جبل. الله، يبقى ده معاذ بن جبل وضع مع من؟ وضع مع كبار، سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من هو، سيدنا أبي بن كعب وهو من هو. إذن سيدنا معاذ دوره كان كبيرا، كان من قراء الصحابة اللي هم قليلون. هو لم يكتفي بالعلم فقط، لكن كمان كان الجانب الإداري عنده قوي. هل استمر الدور ده مع الصحابة أيضا ومع الخلفاء؟ فهذا الخليفة الأول سيدنا أبو بكر يعينه عاملا على الصدقات قبيلة بني كلاب، ويكلفه بأداء هذه المهمة، وهي مهمة تشبه يعني إلى حد كبير وزير مالية في عصرنا هذا. وشوف أبسط شيء، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول لم تلد النساء مثل معاذ بن جبل. سيدنا عمر قال في قولة يوما ما: لولا معاذ لهلك عمر. وما كان لعمر بن الخطاب أن يقول قولة يعني يماري فيها أحدا أبدا. ده واحد من كبار المهاجرين، وزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو سيدنا عمر، يقول لولا معاذ لهلك عمر. بايع معاذ بن جبل رسول الله في بيعة العقبة الثانية على الجهاد في سبيل الله، وسار على هذا الطريق دون ملل حتى توفاه الله، فلم يتغيب عن أي من الغزوات. هل اقتصر الدور على الجهاد في نشر الإسلام والدعوة، أم كان هناك جهاد عسكري أيضاً ودور كبير في الجهاد العسكري؟ وأول المشاهد التي شهدها كانت غزوة بدر، الذي لم يكن يتعدى حين ذاك 21 عاماً، أي كان شاباً يافعاً، ساهم في غزوة بدر مساهمة فعال. ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله، أحد والخندق والحديبية وغيرها، كما بايع الرسول في بيعة العقبة، أيضاً وضع يده في يد الرسول في بيعة الرضوان. هل كان دور كبير بجانب الجهاد أيضاً الرواية؟ ومش مقل، مش راوي مقل، لا ده كثير روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجاهد، يعني حضر مواقع كثيرة، تقريباً شهد كل المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد بيعة العقبة التي أنزل الله فيها قرآناً، وشهد بدراً حتى في ترجمة يقولون البدري، وبدر كان لها مكانة. واستمر بعد ذلك يشارك مع رسول الله في فتح مكة وفي حنين وفي تبوك، إلى أن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل التاريخ أن وفاة الصحابي معاذ بن جبل كانت في نفس العام اللي وقع فيه الطاعون على أهل الشام، وده في نفس التوقيت اللي ولاه عمر الفاروق حكم البلاد، وكان في سنوات عمره 30، ليرحل أحد نجباء مدرسة النبوة خير تلميذ لخير معلم.